صلوا على الهادي، الله الله، صلوا على الهادي، الله الله، صلوا علي شوقا، الله الله، صلوا علي شوقا، الله الله، عزي وإرشادي، الله الله، الله الله، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. وولد صلى الله عليه وسلم، ولد صلى الله عليه وسلم بمكة، ونشأ في أمة أمية، صادق القول، صالح العمل، فريدا في محاسنه ومزاياه، شاب شريفا عفيفا متحليا بالصفات الكمالية، مطبوعا على الخير موحدا، وقومه مشركون بالله، وكان صلى الله عليه وسلم يعبد الله، يعبد الله على ملة إبراهيم الحنيفية، وبالتفكر في خلق السماوات والأرض، وبهذا يعرف العبد مولاه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحب العزلة والانفراد، ويكره عمل الجاهلية، ويتمنى نجاة العالم من الشر الذي تولاه. أدب إلهي به امتاز أمي عربي لم يتربى في مدرسة علمية، وفاق العالمين مع يتم فقد فيه أمه وأباه. لم يخلق الرحمن مثل محمد بين الورى بشرا على الإطلاق، كلا ولا عرف الخلائق قدره ما فوقه حقا سوى الخلاق. ماذا أقول في وصفه ومديحه وثناه؟ وثناه دوما باهر الإشراق، وهو للخلق أرسل رحمة وأتى يتم
مكارم الأخلاق.